النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويمكن ناس كتير قوي متلخبطة فيه، وده واضح جدا من الأسئلة اللي بتجيلي على الفيديوهات، وهو ايه الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول. يعني مش المعماري هو المهندس وهو برضو ساعات بيكون المقاول، ولا احنا فاهمين غلط؟ واللخبطة دي حصلت عندنا لان في مصر في خلط بين ادوار التلاتة، علشان كده الناس مش قادرة تفرق ما بينهم. علشان كده النهاردة احنا هنحاول نبسط الموضوع على قد ما نقدر، ونحاول كمان نوضح دور كل واحد فيهم بحيث نقدر نفرق بين التلاتة. بس طبعا في الاول، لو انت اول مرة تشوفني ومهتم بالفن المعماري، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة، ولو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. مهم قوي قبل ما نبدأ نكون عارفين ان الموضوع ده كبير قوي، وممكن ناس تدخل هندسة وتتخرج منها وتشتغل في السوق من غير ما تقدر تفرق بالظبط بين ادوار التلاتة، واحنا في الحلقة دي هنحاول نبسطه على قد ما نقدر. بس ركزوا معايا، بس خلونا في الاول قبل ما نتكلم عن الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول، تعالوا في الاول نعرف الفرق بين المهندس المعماري والمهندس المدني، لان ده هيسهل علينا حاجات كتير قوي بعدين. المهندس المعماري، او خلينا نقول المعماري افضل علشان ما نتلخبطش، المعماري ده وظيفته الأساسية أو شغلته إنه يصمم المبنى. شكله هيكون عامل إزاي؟ هيتعمل كام دور؟ المدخل بتاعه فين؟ الفراغات اللي جواها هتتقسم إزاي؟ هيطبق الاستدامة إزاي؟ هيتنور منين؟ المعاني اللي بيوصلها ايه؟ لان موضوع المعاني ده برضو مهم جدا، وهعمل لكم عنه حلقة بعدين. المهم يعني كل حاجة في المبنى، كل التفاصيل دي المعماري هو اللي مسؤول عنها وهو اللي بيصممها. يعني المبنى لو شكله وحش تعرف ان المشكلة عند المعماري، المبنى ما بيحققش الوظيفة بتاعته مظبوط تعرف برضو ان المشكلة عند المعماري. من الاخر كده كل حاجة في المبنى مسؤولية المعماري. طب ده جميل قوي، امال المهندس المدني ده لازمته ايه؟ لا، الراجل ده ما نقدرش نستغنى عنه، لان دوره مهم جدا، لان من غيره المبنى ده ما يقفش، هيفضل حبر على ورق. لان المهندس المدني دوره انه يصمم المبنى برضه، بس انشائيا. يعني ايه؟ يعني هو اللي هيقولك المبنى ده هيتشال ازاي، هيتحفر له قد ايه في الارض، القواعد بتاعته هتتعمل ازاي، وهيتحط فيها اسياخ حديد قد ايه، وهيكون قطرها قد ايه، الاعمدة هتتعمل ازاي، ومكانها هيكون فين بالظبط. كل حاجة ليها علاقة بكفاءة المبنى الانشائية. يعني من الاخر، المبنى لو وقع يبقى المشكلة هنا عند الانشائي، المعماري ملوش دعوة. معلش لازم هنا اعمل ستوب علشان اوضح حاجة مهمة جدا. احنا بنشرح افكار عامة علشان الناس العادية اللي مالهمش علاقة بالهندسة يقدروا يفهموا، فما يجيش حد متخصص في الكومنتات يدخلني في تفاصيل ويقول لي معلش اللي بتقوله ده غلط، ما ممكن المهندس المدني يصمم صح والمقاول هو اللي بينفذ غلط ويكون هو السبب وهو المشكله. فده مش موضوعنا خالص، احنا دلوقتي بنعرف مين بيعمل ايه، والتفاصيل الصغيره دي نتكلم فيها لما نقعد سوا. تمام، نرجع بقى الموضوع كده. عرفنا ان المعماري وظيفته انه يصمم كل حاجة في المبنى ويضمن انه يطلع بالشكل المطلوب، والمدني كل همه انه يشيل المبنى وما ينهارش. هنا بقى تحصل الخناقة الشهيرة بين المهندس المعماري والمهندس المدني، مين افضل من مين، او مين اللي بيمشي كلمته على التاني، او مين اللي دوره اهم من التاني، والكلام اللي اي حد في المجال اكيد سمعه او شافه قبل كده الف مرة. والحقيقة ان مفيش حد بيمشي كلمته على حد، كل واحد فيهم ليه دوره اللي بيعمله وبيفهم فيه وما بيفهمش في دور التاني. يعني احنا كمعماريين كل اللي نعرفه عن الهندسة المدنية هم كورسين او ثلاثة خدناهم ايام الكلية، علشان بس نعرف نتكلم مع المهندس المدني، نعرف هو بيفكر ازاي ونقدر نتناقش معاه. انما نقدر نصمم مبنى من الناحية الانشائية؟ مستحيل طبعا. وكذلك المدني ما يعرفش يصمم مبنى معماري ابدا، مش دوره. لو ده حصل بتطلع المباني بالشكل اللي بنشوفه عندنا، بوكس مبني على الارض. طب امال ليه الخناقة دي بتحصل؟ تخيلوا معايا كده ان انا كمعماري بصمم فندق بشكل معين في دماغي، وبعد ما خلصته بعته للمدني علشان هو اللي يوزع الاعمده ويشيل الاحمال، وبعد ما خلص رجعت الرسومات وراه لقيته حاطط عمود في مكان انا مش عايز يكون فيه عمود. هنا بقى بنبدا نتكلم، برجع له وبقول له لو سمحت يا باشمهندس شوف لي حل تاني نشيل بيه العمود ده من هنا، لان ده هياثر معايا على وظيفه الفراغ. هنا الراجل بيبدا يشوف بدايل علشان يحقق لي الرؤيه اللي انا عايزها، ونفضل نتناقش في الرسومات كلها لغايه ما نوصل في الاخر لافضل نتيجه. ده الطبيعي اللي بيحصل، هو تعاون مش خناقه. بس عندنا في مصر الموضوع غير. طب ده كلام جميل كده، احنا عرفنا الفرق بين المهندس المعماري والمهندس المدني وكل واحد بيعمل ايه بالظبط. ايه بقى الفرق بين المعماري والمهندس والمقاول؟ تعال اقولك.
علشان نعرف الفرق بين الثلاث وظائف دول مهم قوي نعرف رحلة المشروع. المبنى الجميل اللي احنا بنشوفه واحنا ماشيين في الشارع ده بيتعمل ازاي؟ اول حاجة في شخص بيفكر في مشروع وده اسمه المالك، مثلا واحد عايز يبني مول فبيدور على قطعة ارض مناسبة ويشتريها، وبعد كده يروح لمكتب معماري يقول له والله انا عايز اصمم قطعة الارض دي مول تجاري، ممكن تصممها لي؟ المعماري يقول له عنينا، طلبات حضرتك ايه في المشروع؟ ويعرف طلباته اللي هو عايز يحققها، وبعد كده يبتدي يصمم المشروع. يبدع بقى، المبنى هيكون عامل ازاي وهيكون شكله ايه وكل الكلام اللي قلناه من شوية. وبعد ما يخلص رسوماته يبعت المشروع للمهندس المدني علشان يعمل الشغل الانشائي علشان يقول لنا المبنى ده هيتشال ازاي، والاتنين يقعدوا مع بعض ويخلصوا الرسومات المعمارية والانشائية بالكامل. طيب عايزين ننفذ المشروع بقى، مين اللي هينفذه؟ هنا بقى يجي دور المقاول، وهو الشخص او الشركة اللي هتنفذ المشروع. بتستلم قطعة الارض من المالك وتاخد الرسومات المعمارية والانشائية وتبتدي تنفذ، وتفضل هي شغالة لغاية ما تخلص المشروع. طب ده جميل كده، المقاول دوره انه ينفذ بس. يعني ما ينفعش يصمم او يعدل على حاجة عملها المعماري او المدني، مش دوره خالص، هو كل اللي عليه انه ينفذ المشروع زي ما هو متصمم بالظبط. طب ده حلو قوي كده، احنا عرفنا الفرق بين المعماري والمقاول. ايه بقى الفرق بين المعماري والمهندس؟ دي بقى المشكلة الاكبر عندنا. يعني في بلاد كتير بره بيفصلوا بين دراسة العمارة ودراسة الهندسة، دي حاجة ودي حاجة، انما عندنا في مصر للأسف الاتنين حاجة واحدة. احنا بندخل كلية الهندسة علشان ندرس عمارة، فبتطلع حاجة جديدة اسمها هندسة معمارية. وعلشان الناس اللي بتزعل، ده مش في مصر بس، لا ده في دول كتير بتعمل نفس الموضوع. طب ده أثر علينا ازاي؟ زي ما قلتلكوا في اول الحلقة، المعماري هو دوره التصميم بس، الفلسفة، هو راجل بيقدم حلول بشكل جميل، المفروض انه ملوش علاقة خالص بالتنفيذ، ما بينزلش ينفذ، لانه ببساطة لو عرف كل حاجة بتتنفذ ازاي ايده هتتقل، مش هيقدر يبدع، لانه دايما هيفكر في كل خط بيرسمه هيتعمل ازاي في الحقيقه. علشان كده احنا في المكاتب المعماريه بنحب قوي ناخد افكار من المهندسين اللي لسه متخرجين، لانهم لسه فريش، لسه ما تعمقوش قوي في موضوع التنفيذ، فدايما تلاقيهم بيفكروا بحريه من غير اي قيود. ودي وجهه نظري، ان شايف ان نجاح المجال المعماري بره هو نتيجه مباشره للفصل بين الوظيفتين، المعماري بيدرس فنون وكل دوره انه يفكر ويبدع ويطلع افكار جديده ويطور في الاتجاهات المعماريه، والمهندس دوره انه ينفذ الافكار دي على ارض الواقع. مش معنى كده انه ما بيفكرش، لا ده بيفكر كويس جدا ازاي ينفذ المشروع، ازاي احول شويه الحبر اللي على الورق دول لمشروع حقيقي، ايه افضل طريقة، ايه افضل خامات علشان اطلع المشروع زي ما المعماري عايزه بالظبط. التعاون اللي بين الاتنين هو ده اللي بيطلع الابداع، محدش بيتدخل في شغل التاني، كل واحد ليه تخصصه، علشان كده بتطلع المشاريع بالجودة اللي احنا بنشوفها. دي وجهة نظر الحقيقة اللي ممكن ناس كتير توافقني او تعرضني عليها. كده احنا فهمنا المنظومة كلها بتمشي ازاي. في مصر بقى ايه اللي بيحصل؟ للأسف كله بيفهم في كله. انا كمقاول شايف ان المعماري ده ملوش اي لازمة، ايه شوية الخطوط اللي هيحطها على ورق دي وياخد عليها فلوس؟ ولا حتى المدني ليه اي لازمة، هم شوية اسياخ هنحطهم في البلاطة والدنيا هتبقى زي الفل. وانا كمالك ما عنديش الثقافة المعمارية اللي تخلينا فرق بين المنتج الكويس والمنتج الوحش، وبالتالي لو المقاول عمل لي بوكس في الشارع وغطى الواجهة بتاعته ازاز او عملها كلادنج، ده كده قمة الابداع المعماري، وانا عاوز قيمة الدنيا اكتر من كده. ما انا من ساعة ما اتولدت وكل المباني اللي بشوفها عبارة عن طوب احمر، فانا مجرد بس ان دهنت الواجهة ده انا كده فوق العظمة. وطبعا الكلام ده ما حصلش في سنة او سنتين، دي تراكمات حصلت على مدار عشرات السنين لغاية ما وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. الموضوع كبير جدا، لو قعدت اتكلم معاكوا فيه مش هخلص، علشان كده خلينا نقف لغاية هنا النهاردة، واي حد عنده استفسار يكتبهولي تحت في الكومنتات، وممكن نكمل تاني في الموضوع ده في حلقات تانية. بس كده خلصت حلقتنا النهاردة، لو الحلقة عجبتك بتنساش تعمل لايك وشير، لان ده بيفرق معانا جدا جدا في انتشار الفيديو. وعلى رأي الدحيح روحوا شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقات الجاية، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.